السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل أمين حاف. إليكم ملخص الحلقة السادسة، ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. حسن بيقول لأمينة قمر تجي مشان حفلة الإعلانات. حسن بيقول لأمينة أحلمت ضرسي ضاع. أمينة تتذكر هي بتقول للدكتور حلمت درسي ضاع. سكايبي بتصير تولد وسعدية بتروح معها للمشفى. عبد الله بيحكي أخو شقيق توأم وبكون عنده حصة. سكايب بتكون بالمشفى وبتكون معها عزيزي بالمشفى. حصة وأمها بيروحوا للمشفى لعند عزيزي. عزيزي بترجع على البيت وما بتولد. عزيزي بتحكي لرفيقتها عن أمها. أمينة بتكون عم تسوق وبتشوف شخص بيطلع فيها وبتتذكر وكان يهددها للحلم. أمينة بتتصل بسعد وبتقول له سمعت بس صار معك وأنا حابي أقدم مساعدي. تطلب منه يروح لعندها. عبد الله بيحكي لأمه راح يشتروا غرفة نوم. بتقوله وقلي أنا بنقيها. حصة بتكون حصة بتحكي لعزيزي بدها تغير.